كما ذكرت هذه الاتفاقيه، هذه هي اتفاقيه مهمه اللي غادي تربط ما بين الناظور والدار البيضاء، وكذلك ان شاء الله كنحاولوا هذه الايام في مفاوضات مع الخطوط الملكيه المغربيه لارام باش نربطوا مدينه بمطار العروي الناظور بملاقا ومدريد ان شاء الله في الايام المقبله والاسابيع سيتاكد هذا. بالنسبه للظرفيه اللي راح نكون دابا كيتوافدوا ابناء الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بكثره على الاقليم وخصوصا البوابه ديال اوروبا، واش كاين شي خطوط اللي كتفكروا ديروهم تميز بشي اثمنه تفضيليه؟ احنا الابواب مفتوحه على جميع الشركات، إذا كانت هناك احنا كان راسلنا اكثر من 25 شركه في انتظار الاجوبه ديال الشركات والمقترحات ديالهم، وحنا موجود احنا مستعدين. المهم احنا راسلنا اكثر من 25 شركه لربط مطار العروي بعده مطارات دوليه، ننتظر الاجوبه من هذه الشركات هذا ان شاء الله. وشكرا. فرحين اليوم لاطلاق خط جوي جديد داخلي ما بين الدار البيضاء والناظور، اللي هو ثاني خط داخلي للعربيه للطيران بعد نجاح خط فاس مراكش. هذا الخط غادي تسير بمعدل رحلتين في الاسبوع، واللي غادي تكون في البدايه يومي الجمعه والاحد، وغادي توفر عن طريق طائره الايرباص A320 بسعه 174 مقعد، وفي اطار ثمن تفضيلي ديال 300 درهم للذهب. غرضنا من هذه الاتفاقيه اللي جات تحت الطلب ديال الجهه ديال الشرق من اجل تعزيز الخطوط الداخليه وتشجيع السياحه في المنطقه ديال الشرق عموما، غرضنا هو تعزيز عدد الوجهات انطلاقا من مطارات الجهه ان شاء الله، وايضا خلق خط جديد ان شاء الله ابتداء من شهر اكتوبر 2018 اللي غيربط ما بين مدينه الناظور ومدينه طنجه بمعدل مرتين في الاسبوع وبنفس الثمن التفضيلي ان شاء الله. ثاني مرة سنجي وأول مرة سنجي مع شركة العربية، الأمور دازت بخير، يعني الوقت مزيان، لو سيرفيس لي بيان، والأثمنة مناسبة جدا يعني بيان سور إن شاء الله، زعما الثمن اللي دايرين يعني في المتناول ورائع جدا تبارك الله عليك. جينا من كازابلانكا، الرحلة كانت ممتازة، كل شيء كان في الوقت، التشيكين كان في الوقت، الطاقم كان ممتاز الحمد لله، كان الثمن مناسب الحمد لله، الثمن مناسب، الرحله كانت قصيره والثمن مناسب الحمد لله. شكرا بزاف. الرحله دازت مزيانه، وجيت الناظور باش نشوف اول مره كنجي الناظور من كازا. مزيان الاستقبال داخل الطياره، والاستقبال زوين باقي، باش ناش الاستقبال الاخر. المده الزمنيه اللي درتو من كازا للناظور كيفاش؟ الناس مزيانه ساعه من الكار بيان سور، احسن من الكار. Merci beaucoup.